اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مع بعضينا. اتفقنا معاكم من البدايه ان احنا هنقدم كل جديد ومختلف في مجالات وانشطه كتير. النهارده هنبدا معاكم اول فقره من فقرات افضل الخدع السحريه. هنقدم لكم كالعاده فقره مش موجوده على اي قناه عربيه او اجنبيه، وده تحدي. يلا بينا نبدا مع بعضينا. ونرحب بضيفنا النهاردة محمد. أهلا يا محمد، إن شاء الله تستمتع معنا. يلا بينا، اختار الكارت اللي انت عايزه محمد. الكومي، وانا اختار اي كارت. ليكم مثلا البنت ام قلب احمر. هتتني انت ورقتك بالعرض كده يا محمد، وانا حتى ورقتي بالطول. هي بس وتتك عليها جامد. ايوه تك كويس، تمام. وهنحط ورقتك جوه ورقتي في المنظر ده، ونفتحهم ونقلبه بالناحيه الثانيه. بص يا محمد اللي هيحصل لما نزق ورقتي. وعشان نثبت ان هما مش ورقتين، شكرا يا محمد. تعال نشوف مع بعضينا اتعملت ازاي. عشان نقدم اللعبة دي لازم يكون في شرط مهم جدا في الكوتشينه، لازم تكون من النوع الورق مش من النوع البلاستيك، وهتعرفوا ليه دلوقتي. قبل ما ببدا الفقره بختار اي ورقه من الكوتشينه، اي ورقه على ذوقي، مثلا التسعه القلب الاحمر، وبقصها من النص. بس بطريقه ازاي؟ ان انا بتنيها لحد بس النص، لحد النص، وبعدين بقصها بايدي بالطريقه دي لحد علامه النص، ما عديش النص. وبحطها في الكوتشينه، ولكن في الشويه الاولين خمس ست ورقات في الاول فوق منها، واحطها عادي. بيجي اللي هنعمل فيه الخدعه ونقول له اختار اي ورقه. وانا بفرد الورق بسيب الورق ده كده فوق بعض حبه كتير يدار الورق اللي انا مختارها. نفترض مثلا ان هو هيختار العشرة القلب الاسود، بلم الورق عادي وادعي بقى ان انا هختار اي ورقه وليكن التسعة القلب، بسحبها من ورا بحيث ان انا داري القطعه بصباعي، وبقيه الورق خلاص مش عايزه. زي ما انتم شايفين انا ماسك الورقه بطريقه ان انا اداري القطعه تبان انها ورقه عاديه. بطلب من الضيف ان هو يتني ورقته بالعرض، وانا واتني ورقتي بالطول، وهو بيتني ورقته وانا بتني ورقتي بالطول بالطريقه دي، ويكون هو تاني ورقته بالعرض. بمسك ورقتي بايدي الشمال، وامسك ورقته بايدي اليمين، وادخلهم في بعض. من هنا باين ان هما داخلين في بعض عادي، انما الحقيقه ان هما مش داخلين في بعض، انا مدخلها كده. تاني مدخلها بالطريقه دي، بحيث ان انا الورقه تبقى مفتوحه كده وديت متنيه كده. باخد ورقتي وامسك ورقته واحطها في قلبها. باين للضيف، باين للي قداميني انها محطوطه وراها بالشكل ده. وابتدي افتحهم وامسكهم كويس عشان ما يتزحلقوش، لان لو هربت كده بانت الخدعه، لو هربت كده بانت الخدعه. بحطها وافتحهم واقلبهم الناحيه الثانيه. بالطريقه دي هيبقى نص الورق معدول ونص الورق مقلوب.
نشوف من جوه عامله ازاي. ناخدها مره كمان عشان نوضح. بمسك ورقته وبمسك ورقتي، بحط ورقته جوه، بحط الورقه اللي هو تناها بالعرض جوه ورقتي اللي انا تانيها بالطول بالطريقه دي، وبفتح وانا ماسك الورقتين دول مع بعض وبقلبهم الناحيه التانيه، بحيث ان انا لما ازق الورقه اللي بالطول تطلع نصها عدل ونصها مقلوب. اخر بقى حركه، اللي قداميني بيشك ان هما ورقتين، ان انا حاطط ورقتين من التسعه جوه ورقه عدله وورقه مقلوبه، فبجمعهم كده في النص وبقطعها. طبعا انا بقطعها لان انا لو سبتها بعد كده عشان تتشاف هيتعرف الموضوع ايه، لكن انا لازم اقطعها وافترض ان هو افترض ان هما ورقتين واقطعهم بالطريقه دي. هيكونوا سهلين معايا في القطع لان الورقه اصلا مقطوعه من جوه. هيطلعوا معايا بالشكل ده. يقدر بقى يتحقق منهم بطريقته اللي هو عايزه. أرجو إن التغيير اللي قدمناه النهارده يكون عجبكم، وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة عشان نقدر نقدم لكم كل جديد ومختلف ومتميز. ولو عجبكم فيديو النهارده هيكون في فقرات تانية هتكون لأول مرة حد يقدمها، هنقدمها لكم مع بعضينا. طبعا مش هوصيكم على اللايك والشير، وإن شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.